أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدات الطبية إثر استخدام القوة المميتة. أضافت المنظمة في بيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوى المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال. شوف الطفل على الأرض.